حوار متعدد لمجتمع موحد، شعار لمؤتمر النخب الوطنية التي دعت إليه منظمة التعاون الإسلامي من خلال وزارة الخارجية ولجنة المصالحة الوطنية بهدف التنظير إلى إيجاد أرضية مناسبة للتعايش السلمي. وزير الخارجية أكد على ضرورة تكريس وتجذير مفهوم المصالحة وإضفاء الديمومة عليه لإيجاد مصادق هذا التعايش. لكننا بأمس الحاجة إلى تنظير وإلى خطاب الوحدة أكثر فأكثر، ولا يكفي أننا نسمع خطاب الوحدة، ألف ألف خطاب يتلاشى على شاطئ الواقع أن لم يكون له نصيب من التطبيق. منظمة العمل الإسلامي أشارت إلى ضرورة أن يكون الحل عراقيا خالصا من خلال تقديم التنازلات المطلوبة لسد باب الذرائع للتدخل الخارجي، على أمل أن تخرج توصيات الباحثين بما يخدم قضية المصالحة وترسيخ الديمقراطية. بدأنا نجني ثمار جهد سنوات من العمل الجاد بين الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ووزارة الخارجية العراقية ولجنة المصالحة، وهو ما يتجلى في عقد هذا الاجتماع المهم للنخب الذي يشكل الخطوة الأولى في مبادرة المنظمة التي سوف تتوج بإذن الله بعقد مؤتمر بغداد للمصالحة الوطنية العراقية. باحثون مشاركون عدوا المؤتمر محاولة عن طريق تفعيل المسار الثاني من خلال تشخيص الخلل من قبل النخب العلمية والأكاديمية بعيدا عن التحيزات الحزبية والمذهبية. محاولة لتفعيل مثل ما يسمى بالمفهوم الأكاديمي دبلوماسية المسار الثاني، على اعتبار أنها ممكن أن تكون نقطة تواصل بين النخب التي تحاول أن تشخص وتكون أكثر واقعية بعيدا عن التحيزات الحزبية وتكون موضوعية، وعلى أمل أن تقدم حلول تلامس الواقع، لا رغبات سياسية لا رغبات انتخابية. فيما أشار رجال دين إلى أن المصالحة الوطنية على المستوى المجتمعي متحققة ولا قلق من ذلك، ولكن على المستوى السياسي يجب أن تظهر ملامح هذه المصالحة. اعتقاد المصالحة يجب أن تقوم في المقام الأول على أساس وأن تظهر بتموضعاتها السياسية، بحيث الشكل السياسي العام يظهر عليه آثار المصالحة. المجتمع العراقي غير متشاكس مع نفسه، فيوجه الخطاب إلى النخب السياسية وأن تتعالى على جراحها وتحاول أن تقدم مصلحة العراق على مصالحها الشخصية والفئوية. غياب الإرادة السياسية الحقيقية في أغلب مشاريع المصالحة الوطنية تجعل من هذه كسابقاتها، حتى وأن نظر لها باحثون وفق المنطق الأكاديمي والعلمي، فالقرار بحسب مراقبين يتخذه سياسيون ما زالوا يتصارعون باسم الدين والطائفة والقومية. من بغداد، وليد الشيخ، الحرة،